أحسن الله إليكم، هل السائل فضيلة الشيخ يقول أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب، ولكن ما هي الأدعية التي أقولها بعد صلاة الفجر؟ أبرز الأدعية في ذلك مأجورين. ما أصابه النبي صلى الله عليه وسلم فهو أن الإنسان يأتي بالذكر تهليل تهليلات العشر بعد الفجر، ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي، ثم يقرأ بعدها سورة الإخلاص، سورة العلق، وسورة الناس، كل سورة 3 مرات، ثم يأتي بالتعوذات، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ثم يدعو بما تيسر له. ومن الدعاء الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يقول دور كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.